لاستعدادات الفريق طبعا لمواجهه البنك الاهلي بكره. وخلينا نروح مع حضراتكم للنادي الاهلي على طول في الجزيره، زميلنا محمد توفيق هناك وتابع طبعا البدايه او الدقائق الاولى من بدايه تمرينه النادي الاهلي في اطار استعداداته الماتش بكره. خلينا نروح لمحمد ونقول له مساء الخير يا محمد، ونعرف منك اهم معالم التمرين. والسؤال الاهم، مستر موسيماني ظهر النهارده في التتش ولا ما كانش موجود؟ مساء الخير الزميل عزيز احمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي السلسله في كل مكان. يعني في البدايه حابب اطمنك واطمن كل جماهير النادي الاهلي، مستر موسيماني موجود في تدريب اليوم، يمكن في وعكه صحيه المت بيه منذ وجوده في الجزائر في مباراه العوده امام وفاق الصيف في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. يمكن دكتور احمد ابو عبله طمنا عليه النهارده قال ان هو حالته بقت افضل، يعني اصبحت افضل وبيتلقى العلاج. يمكن هو المرض اللي عنده يعني بعض الالام كده في المعده وبياخد العلاج اللازم ليها، لكن موجود النهارده الحمد لله. وده اكيد هتشوف في اللقطات اللي معاك من مران اليوم انه موجود وبيقود التمرين الاخير قبل مباراه ان شاء الله الغد امام البنك الاهلي في اطار مباراه الجوله 19 من الدوري العام. زي ما قلت يا احمد في مقدمتك، يمكن ثلاث مباريات مهمه جدا في عمر بطوله الدوري، طبعا جايين في توقيت صعب جدا قبل نهايه دوري ابطال افريقيا، ولكن ده كان كلام كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره للاعبين ان احنا عايزين نطوي صفحه افريقيا مؤقتا ونركز في الدوري الممتاز، خاصه ان هذه الثلاث مباريات هتبقى مؤثره جدا في مسيره الفريق في عمر مسابقه الدوري الممتاز. يمكن الفريق بيغيب عنه عدد كبير جدا من اللاعبين عن مباراه الغد باذن الله، يمكن ياسر ابراهيم لوجود شد في العضله الخلفيه مش هيكون موجود في الفريق مع الفريق بكره، كمان حمدي فتحي اللي بيعاني من الاجهاد هيغيب عن مباراه الغد، وكمان اليو ديانج اللي بيعاني من بعض الالام في الركبه، وكمان اكرم توفيق بيواصل برنامجه التاهيلي والمرحله الثانيه بتصير بشكل اكثر من رائع، شفناه النهارده موجود في ملعب التتش، وكمان عمرو السوليه ما زال يؤدي يعني برنامجه التاهيلي والعلاج. يمكن كلمته مع الدكتور احمد ابو عبله قال طبعا عمرو احنا محتاجينه اكثر في المباراه النهائيه، فما فيش استعجال عليه، بقيه اللاعبين كلهم فضلنا راحتهم علشان ما نستعجلش في عودتهم ونفقدهم في المباراه الهامه وهي نهائي دوري ابطال افريقيا. يمكن اللاعب الوحيد اللي قدم تمرينات علاجيه امبارح لكن موجود الحمد لله في التدريب بشكل اساسي النهارده هو محمد عبد المنعم. يعني باستثناء الغيابات والاصابات الجميع الفريق يا احمد يعني عايز اطمنك حالتهم اكثر من رائعه. الجهاز الفني يمكن كان فيه محاضره فيديو قبل التمرين اتكلم في ابرز نقاط القوه والضعف للبنك الاهلي، طريقه اللعب اللي هيخوضوا بها المباراه، اهم النقاط والبعض الخطط الفنيه اللي مستر موسيماني حالا دلوقتي في مران الفريق بعد اغلاقه امام وسائل الاعلام بيتكلم فيها مع اللاعبين. يتبقى بس ان شاء الله فور انتهاء المران هيتم اعلان قائمه من 22 لاعب للدخول في معسكر مغلق والمبيت في فندق في احد فنادق القاهره القريبه من ملعب المقاولون العرب اللي هيحتضن مباراه الغد ان شاء الله امام البنك الاهلي. يعني باذن الله زي ما قلت يا احمد ثلاث مباريات مهمه في عمر الدوري الممتاز، نتمنى التوفيق فيهم نخلصهم سريعا بدون اصابات بدون اي فقد للنقاط، وان شاء الله نركز في الهدف الاكبر والاسمى وهو دوري ابطال افريقيا باذن الله، وان شاء الله يكون تتويج بالبطوله الثالثه على التوالي وال11 في تاريخ النادي الاهلي. احمد من العزيز محمد توفيق بشكرك شكرا جزيلا. دي اخر تفاصيل تمرينه النادي الاهلي النهارده، التمرينه الاخيره بقى قبل ما نروح لماتش بكره.